طبعا ورق لدى الولايات المتحدة وكذلك تركيا وجود يعني الجماعات المسلحة في إدلب، وهذه الورقة يعني تستخدمها هذه الدول، كذلك وجود القوات الكردية مساحات شاسعة يعني موجودة بها الولايات المتحدة وكذلك إدلب. أعتقد أن طرف النظام بشار الأسد ممكن يلعب في هذه النقطة بموضوع انسحاب القوات المسلحة النظامية حتى تتمركز أو ينسحب حزب الله أو الفصائل باتجاه سوريا ومساعدة النظام، لأنه أكو مخطط لنظام بشار الأسد لقطع الهلال الشيعي أو هلال الفصائل بما يسمى بوحدة الساحات، لأنه هذا الهلال الشيعي الآن متمثل بمحور المقاومة بفصائل المقاومة بأذرع إيران اللي موجودة ومتمثل بوحدة الساحات. طيب فلذلك ممكن أن يعني الولايات المتحدة وحليفة الولايات المتحدة تعمل في هذه النقطة بموضوع محاصرة النظام وتحريك هذه الجماعات عن طريق ورقتهم، وهم يتحكمون عن طريق الدعم بشتى أنواع الدعم، وممكن أن النظام يتحكم بهذه الورقة عن طريق يعني الاستخبارات السورية أو الاستخبارات الروسية حتى تجي الفصائل أو أذرع إيران في داخل سوريا لحماية نظام بشار الأسد من أي مؤامرة قادمة باتجاه هذا النظام وقطع هذا الهلال وما يسمى وحدة ساحات من إيران إلى حد لبنان.